سيسيد كوكا البطل العالمي في الكاراتيه ايش جايبه للكاستينج؟ جايبني الكاستينج معلش ليش بيه الواحد نجم يتعلم التمثيل، نجم يتعلم حاجة سينما. اليوم ممثلين كبار معروفين برشا عمرهم ما مثلوا قبل وبعدها دخلوا للسينما، دخلوا كبار كيما مثلا شفايتشينيجر، كيما شو اسمه دولف لاندوغرين، كيما جون كلود فان دام، هذوما الكل معنا ما كانوش ممثلين، كانوا دي رياضيين كبار. تقول انت معناها تحب تولي شويه زينيغير في تونس؟ هي على جلاه شبيه هو سفيتشي بعد ما شاب هزوه للكتاب مليح شخصيا وكان رياضي معناها في البوتي دو كور، بعد ما كمل الكارير نتاعو باش دخل التمثيل. اما تمشيش تغلط في روحك معناها بهالمرايات هذيا واللوك اللي شبه شويه زينيغير هكا علاه يغلط في اذا كان وليت ممثل؟ علاش نغلط في روحي؟ اللي بيمثل ماذا فهمتني ولا ما يغلطش في روحه، اللي يمثل ينجم حاجه مهنه فهمتني ولا حاجه باهي ايضا علاش هوايه؟ انا نتفرج برشا مثلا نمشي برشا للسينما، نحب برشا التمثيل، ما عندي ما ساعفنيش الحظ باش نولي ممثل لانه الرياضه خدت الوقت نتاعي الكل، البطولات والمشاركات والمسؤوليه نتاع الرياضيه ما نجمتش، لكن نحب برشا التمثيل. لاحظت اللي انت كاينه بعد المسؤوليات والرياضه معناها كاينك انت بعد التقاعد الرياضي باش تعمل التمثيل. والله هي نحب نولي التقاعد، الساعة ما زلنا بعاد على التقاعد فهمتني ولا زلنا لباس الحمد لله. لا ككتهن ما زلت البركة باش تعمل عرك. ينسق بين الاثنين ورام هاك تشوف انت توا ناخذوا شو اسمه جاكي تشان ولا بروس لي في الصين، بارك الله هذوما رياضيين كبار، لكن اليوم ولا زاد من اكبر الممثلين في اللي زار مارشو نجم نمثلوا في الاختصاص نتاعنا. نتصورك عشت مظالم تحكيميه كبيره معناها في اليابان قبل التتويج خاطر ماكش ياباني. والله عادي جدا خاطر طبعا انت تلعب في اليابان ومنافس ياباني والرياضه نتاعهم هما طبعا معناها مش تلقى العداله 100%، لكن الواحد كان الواحد يتحضر لها زادها فهمتني لا كان يدخلها في يحطها في البرنامج نتاعه وفي التكتيك نتاعه، وانه راهو فما طبعا التحكيم راهو مش يمشي شويه للياباني حتى ما يمشيش برشا يمشي شويه. ساهمت سي صادق في زياره برشا ابطال تونس كيما بوزوغودو لوكولوند، يعني درا كنت تخدم في روحك بهم؟ والله زيارة الخبراء الكبار اليابانيين أو الأوروبيين نخدم في روحي، علاش عندي ما نخدم في روحي أنا فهمتني ولا البطولات كل كملتها مش نخدم فيه فهمتني ولا ما عاد عندي شيء، ما عادش عندي ميدالية مش نلعب فيها ولا حاجة، هذوما معناها تجربتي عندي 25 سنة راهو نعيش لبرا، أول حاجة هذوما عندي علاقة بهم، البعض منهم الممرن نتاعي، البعض منهم كان يلعب معايا معناها فهمت ولا نتواصل، وهذيك هي ليزار مارسيو راهي فهمتني، فما علاقات فما خوية فما محبة بيناتنا تربطنا، وهذاك شعار من رمز من الرموز نتاع ليزار مارسيو فهمتني ولا نقعدوا نتبادلوا الخبرات معناها هم يجوني وانا نمشي لهم زادا نشارك معاهم في التظاهرات ونمشي زادا ننشط ونمشي ندرب وهكاكا، هذيك معناها الفلسفة نتاع ليزار مارسيو، معناها العلاقة تبدا المدى تقعد المدى الحياة مش معناها علاقة نتاع ميدالية وتصبح على خير فهمتني ولا، خاصة معناها ممرنين نتاعك لانه كنت صغير عندك لاعبين زاد كنت تلعب معاهم كنت فرد كيب معاهم، اليوم هم ايضا ولاو معناها خبراء معناها تبادل الواحد طبعا هذه حاجه اجسام خيره وعقول نيره حاجه تمتاز بها ليزار مارسيو اللي هي معناها التبادل هذا الثقافي الرياضي. اذا كان نحب نعرف شويه من قدراتك التمثيليه تصور انت معناها باش تقتل واحد ولا زوز كيفاش تعملك كيفاش تتبعهم كيفاش توزر لهم كيفاش تقمرها مكة؟ ايه اخترت لك القتل فما اخترتش حاجة أخرى خير، فهمت واحد معناها واحد معناها يصافحوا ولا يبوسوا هيك خير فهمتني لا باهي اش مش نقول مثلا نجم نعمل حركة كاراتيه نجم تعمل هكا توا في تونس ظهور الزمقتال توا عاد عندك قدرة باش تواجهه؟ الزمقتال فهمتني لا والله علاش المواجهة لا احنا ما نحبوش نرانا المواجهة ديما الكاراتيه راهو مسالم الساعة نحب نقول معلومة
كاراتيري، معناها هذا امتهان لليد الفارغة، السلام اليد الفارغة اش معناها؟ راني مسالم. اما بعدها مش تقابلوا زوز خبراء ساعة احنا نتقابلوا كان بالخير، ومن فماش هذا يروا انا خير وانت خير، كل واحد عنده تبارك الله المقدرة متاعه. فوك راهو راكب الفلوكة وما يحبش المعبوك، نجم كل واحد يقدم حاجات ربما اللي يمتاز بها على الاخر. لو كان يعيطولك باش تخدم الدوبلور نتاع شوارزينيغير تقبل؟ نقبل شبيه، فهمني؟ لا انا نتمنى نهار مخرج تونسي علاش لا يعمل حاجه مسلسله، يعمل حاجه في الرياضه نتاعنا في اللي زار مارشو هم عملوا، فهمتني؟ العالم الكل عمل، فهمتني؟ لا هي حتى مصر، فهمتني؟ لا وعملت برشا افلام في الكاراتيه، فهمتني؟ ولا ان شاء الله واحد معناها مخرج نهار يعمل مسلسله فيها كونسيكونس، معناها فيها حركات وفيها، فهمتني؟ لا بعض المناظر، فهمتني؟ لا نتاع كاراتيه ان شاء الله. ملا مناظر بالالوان، مش صعيب، مش صعيب نتصور، مش صعيب وننجحوا كيما نجحت برشا ناس اخرين. اما يظهر لي معناها كان يجيك رول نتاع واحد في ريستورون طيب بيتزا يغسل في الماعون يسربي، يظهر لي يمكن يواتيك خير. هي خير لي هذيك المهنه نتاعي الساعه الاولى نعتز بها برشا. خرجت لاوروبا انا صغير عمري 18 سنه، قعدت 6 شهور نغسل في الصحن ونخدم في الكوجينه، تعلمتها من البدايه وانا يحصل لي شرف، فهمتني؟ ولتو نقولها حتى لولادي والى يومنا هذا حتى في المطعم نتاعي راهو النجم يجي نعمل لك البيتزا. وقتاش باش تعمل لنا كفتيش؟ ما عندي حتى مش كاستينج، هذه اسمها كاستينج، هذه فو كاستينج. يعطيك الصحه الصدق، شكرا.